حراسة مشددة، تعليمات صارمة، أجهزة كاشفة وأخرى مشوشة، كلها في سبيل محاربة الغش في الامتحانات النهائية. لكن رغم هذا تمكنت فئة في مراكز معينة من تصوير الموضوع من قاعة الامتحان ووضعه في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أجوبة، وهو ما حدث بالفعل. هادوك ما يستافدوش، كي حنا نعياو وكلش لازم نستافدو من بعد نختبروا المعلومات تاعنا، مي هادوك ما يديروا والو. هادي سي او بلو تاغ تبان، انتم هذاك شغل هكا ابخي كي يطلع الليسي كي يطلع الجامعه، ميم سي هكا زعما يزيد يلقى لي ريبونس او بلو تاغ كدا، اسون ترافاي يعني في خدمته وكدا ماحش ينجح. هذا سي لوجيك يعني سي امبوسيبل ينجح، باسكو حاجه دا كوبياج هكذا. انا بيرسونالمون ما نديرهاش، شغل الغش والحاله، وثاني المستوى الحقيقي هو اللي يقعد تروح بها دير لي زيتود والحاله، سينو هادو اللي غشوا كاع ما تفيد الوالو. سي ان جوست، شغل كامل العام وانت تقرا الدنيا والحاله، من بعد هو يجي هكا ديرنيير مينوت يجيب لي ريبونس ا دغتا غوش ويجيب خير منك، سي با تري بيان، سي با جوست. لازم كامل كيف كل واحد يجيب واش خدم، اللي ما خدمش يعاود، واللي يخدم يدي حقه ويباسي الليسي. الغشاش في هذه الحالة أخذ كل راحته في الغش، وكأن القاعة بلا حراس. أي أمانة وأي ضمير يملكه هؤلاء؟ هذا الغش في حد ذاته غير مقبول، هذه الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا يعني ما نشوفش، أنا ما نتصورش باللي في داخل المؤسسة كما هذه يصوروا المواضيع يخرجوها لبرا. يعني دوكا احنا كأساتذة ولا كعمال ولا أعضاء أمانة ولا أساتذة حراس، يعني في الحالة هذه ما لناش نخدموا خدمتنا. يعني إذا كانت حادثة كما هذه قدر تلميذي أنه يصور ويبعث ويعاود يبعثوا له للآخر، تسمى أنا ماناش نخدموا في خدمتنا، فوميون نغلقوا ونروحوا. أنا نشوفها من المنظور هذا. الغش في الامتحان وصل إلى تلاميذ شهادة التعليم المتوسط الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، ما يدل على غياب التربية الصحيحة، وكأن ما يتعلمه في المدرسة من مبادئ لا يتجاوز أسوارها ولا يطبق حتى في الامتحانات.